الراديو. مستمعينا مستمعاتنا وما كنتم مرحبا بكم، معكم محمد سليمان في اذاعه الشروق، معكم يونس صابر شريف. مستمعاتنا ومستمعينا معكم ياسمين موسوس، معكم عبد الناصر كاسح العاور. مستمعينا الاعزاء السلام عليكم، انا قدم بن عمار راديو الشروق. موسيقى، رياضة، حصص ثقافية واجتماعية، روبورتاجات وأخبار على شروق راديو. شروق راديو على الويب. شروق راديو. مستمعينا مستمعاتنا، مس الخير عليكم وين ما كنتم، راهي 7:05 دقائق بتوقيت الجمهورية، راكم تسمعوا في إذاعة الشروق. حصة جديدة وعدد جديد من برنامج هاي واي، معكم مصطفى زمري، راح يسرني باش نخدمكم في هاد السويعة، باش نحضروا على كل ما له علاقة بالسيارات، بالبطولات وبالرياضات الميكانيكية. تقدروا تسمعونا وتتواصلوا معنا وتعيطونا بار تليفون بيان اونتوندو اون سويفون لو ليان الشروق اونلاين سلاش راديو الشروق، ولا اون تيليشارجون غراتويتمون لابليكاسيون راديو الشروق ديسپونيبل سور بلاي ستور. إذا كنتوا تحبوا السيارات، الدراجات النارية والرياضات الميكانيكية، ريحوا كيما راكم، شونجي با دو ستاسيون، راكم سوغ لو بون بروغرام. وإلا كنتوا من المهتمين بالسلامة المرورية أيضا، هذا البرنامج راه موجه لكم. هذا البرنامج ما يقدرش يكون بلا ضيوفنا الكرام وبلا بكم انتم مستمعينا مستمعاتنا، لهذا اون فوز انفيت فيفمون نوز ابلي من خلال رقم الهاتف 023 71 39 82 023 71 39 82. عيطونا باش تشاركوا معنا، وعيطونا تاني باش تقولونا احوال الطريق، باسكو هاي واي تاني سا سونتر، الا حبيتو سونتر دو ترافيك، باش نعرفو نراهم لي بوشون في هاد السويعه، على بالنا بلي فصل الصيف في هاد الوقت بالذات يكونوا بزاف لي بوشون، خاصه في الطرق المؤديه للشواطئ والا الغابات. اتصلوا وقولوا لنا وين كاين لي بوشون باش مستمعينا اللي يكونوا في منطقه اخرى يتفاداو هاد المشاكل. العدد تاع اليوم فيه كثير من المفاجآت، متنوع بضيوفه ومتنوع بالمواضيع تاعو. راح نحكيو على لو نوفو سيركوي دو ميغا كارت اللي راح تكون الافتتاح تاعو في الاسابيع القادمه. راح نحكيو ثاني، راح يحضر معنا دي شامبيون اليوم في بليزيور كاتيجوري، راح يحضر معنا عمر ميغاري من كاتيجوري اون دي كارت، راح يحضر معنا امتي شامبيون يعني بطل واعد، تمنوا له كل الحظ وكل يعني نتمنى له ان تري تري غروند كارير في المستقبل، ناجي عبدي. اذا نبداو نرحبوا بضيوفنا، معايا صديقي الوفي اللي دائما يحضر معايا فهد بوقشابيه، ممثل ميغا كارت شراقه في هذه الامسيه. مساء الخير فهد. مساء الخير مصطفى، شكرا على الدعوه وان شاء الله تول سكسي بور طون ايميسيون ان شاء الله. مرسي بوكو. احنا عندنا يعني كما يقول لك باركور كبير في الاذاعه في التلفزيون. انا وياك عندنا باركور كبير كبير كبير، راهو يطول يعني في حوالي واحد السنوات، احنا سنوات يعني. ان شاء الله لو بوت مازال هو الهدف تاعنا هو بروموفوار هذا لو سبور وتعريف الناس و يعطيك الصحه مصطفى. ديك احنا اون تو سوي توجور، احنا خلي بالك رانا معك كي فلسطين، ظالم ولا مطلوب. يعطيك الصحه. اليوم فهد ما جيتش وحدك، جيت بخيرك كي العاده، معنا عمر ميغاري اللي تحصل ديرنييرمون على المرتبه الثانيه في شامبيونا دو فرانس. مساء الخير عمر. مساء النور، واش راك لاباس؟ صافا لاباس الحمد لله. ميرسي بوكو دافوار اكسبتي لانفيتاسيون تاعنا اليوم، يعطيك الصحه اللي حضرت معنا. يعطيك الصحه ويعطيكم الصحه انتم على هذه الدعوه.
ميرسي بوكو. قدامك معنا ناجي عبدي. نقولوا ان انفون ان جون ان جون دو 13 ans اللي ربح غير كيما ان تروفي تاع كارت ماغ, هذا الماغازين ماغازين اللي يصدر في فرنسا, ربح في لو تروفي هذا. راه حاضر معنا باش يحكي لنا على التجربه تاعو في هذه الامسيه. مس الخير ناجي, واش راك؟ السلام عليكم. يا صحيت على الانفيتاسيون و يعطيك الصحه انت اللي راك معنا اليوم. هكا شويه نحكيوا على الباركور تاع عمر ونحكيوا على الباركور تاع ناجي ونحكيوا على هذا لو سيركوي اللي كيما يقول لك استنينا هادو سنين وعوام فهد. الناس كاع راهي فرحانه به وانا راني فرحان اللي احنا نحكي عليه اليوم. نتمنى انه الناس يتواصلوا معنا, يتصلوا بنا, ربما عندهم تساؤلات, ربما عندهم استفسارات على هذا الموضوع. والله مصطفى انت راك الناس اللي تعرف يعني من بكري احنا كانت لا استراتيجي تاع ميغا كارت انه نكونوا من حسن الى احسن. يعني نظن باللي كانت لا كونتينيتي تجي في السيركوي تاع سيدي عبد الله حاجه طبيعيه, يعني ماهيش حاجه الناس ربما تقول لك ارتيفيسيال ولا مي حاجه ناتورال, باسكو كي تشوف لا كومبوزون تاع ميغا كارت ما كناش في البطاطا, قال كنا نخدمو في البطاطا ولي ميكاري معروفين يعني راهم سبورت. هذا ماشي مشروع موسمي, حنطرقوا كل هذه التفاصيل لكن نروحوا نسمعوا فقط وصلة موسيقية ومن بعد نوليو مستمعينا مستمعاتنا.